التعامل بواقعية مع كل الأشياء ممكن يفقدنا لذة وسحر الحياة، علشان كده لازم يكون عندنا مساحة كبيرة من الخيال، ومساحة كمان تخلينا نشوف الأمان البعيدة ممكن قريبة. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: طارق الإبياري خفت من دوري في شمس، والكوميديا سر نجاح كيد الحموات. هو الحمد لله يحيى، يعني الناس استقبلته كويس قوي، في رد فعل جامد وانبسطت منه الحمد لله، وفي ناس اللي تعرفني كويس اتفاجئت. المؤلف طارق بركات يتهم صوت القاهرة بإهدار المال العام بعد فشلها في تسويق مسلسل الحكر. أنا شايف أنه الخريطة بتظبط نفسها، والسنوات الجاية هتبقى أفضل من السنة دي كمان إن شاء الله. محمد محمود عبد العزيز أعشق التمثيل ولكني منتج شاطر. أنا مقتنع أن شخصية فارس شخصية إكستريم. هنروح لاستعراض سريع لأنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة التحرير وتصريح مهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة، بتقول في عملي كسفيرة نوايا حسنة غير محدد بمدة لأني إنسانة. عبرت كارول سماحة عن حزنها بعد حادث اغتيال 13 جندي من الجيش اللبناني، وقالت إنها فخورة جدا بجيش بلدها لأنه بطل حقيقي. أكدت كمان إن العالم العربي بيتعرض لمؤامرة كبيرة هدفها تدمير وحدة البلد واغتيال أحلام شعوبه، وإنها قدمت أغنية وحشاني بلدي لكل الشعوب العربية اللي قامت بالثورات واللي بتتمنى ليها الاستقرار وعبور محنة التغيير بسلام. قالت كمان الفنانة كارول إنها سعيدة بعملها كسفيرة للنوايا الحسنة، وإنها ملتزمة بواجبها الإنساني اتجاه الفقراء وضحايا الحروب في غزة. أكدت إنها زارت مخيم اللاجئين السوريين، وزارت كمان العشوائيات في منطقة حلوان بمصر، ونفسها تكون إنسانة مفيدة لمجتمعنا العربي. من ناحية تانية، رفضت كارول الحديث عن خلافها مع الفنانة اللبنانية أليسا، وقالت إن علاقتها بشركة روتانا علاقة جيدة ومستقرة. هنروح لموقع صدى البلد، ومعنا تصريح للمؤلف طارق بركات بيقول فيه صوت القاهرة سبب فشل مسلسل الحكر. عبر طارق بركات مؤلف مسلسل الحكر عن استياءه الكبير بسبب ما تعرض لي مسلسل الحكر اللي قام ببطولته الفنان فتحي عبد الوهاب واللي قام بإخراجه أحمد صقر، وأكد أنه تعرض للحقيقة المسلسل ظلم كبير جدا بسبب شركة الإنتاج وبسبب تسويقه، واتهم طارق بركات شركة صوت القاهرة بعدم الاهتمام بالمسلسل بالشكل الكافي اللي يقدر يخرج بيه بحيث أنه يتسوق في أكثر من قناة فضائية، لأنه للأسف الشركة قامت بعرضه فقط على القنوات الأرضية ولم يشاهده أحد، بالإضافة طبعا لعدم حصول فريق العمل على باقي مستحقاته المالية. كاميرا بالألوان التقت بالمؤلف طارق بركات واللي كلمنا عن المشكلة أكتر في تقريرنا اللي جاي. تعالوا نشوف هيقول لنا إيه طارق ونشوف إيه أسباب المشكلة. وانا شايف السنه دي في تفوق للمخرج على بقيه العناصر، يعني يمكن المخرجين حتى في كمان عندنا اعمال كتير، يعني بدون ذكر اسماء، المخرجين فيها لعبوا دور اساسي حتى جوه النص نفسه، وفي منهم بعضهم لوى دراع النص، فاصبح انا شايف ان المسلسل رايح برضه هيبقى بعد كده دراما المخرج زي السينما كده. وطبعا انا شايف ان في نجوم جدد كتير، الاداء السنه دي كان عالي في كل المسلسلات تقريبا، اداء الممثلين اللي هم الكبار وصغارا، يعني عندنا اداء عالي برضو، في استثناءات من النجوم الكبار السنه دي ما كانوش في مستواهم يعني، لكن في النهايه انا شايف ان الاعمال اللي هي جماعيه هي اللي بتسود، واحنا في اعتقد الخريطه في السنوات الجايه ان شاء الله هتبقى عباره عن كلها مسلسلات بطولات جماعيه، وده افضل للجميع في الاساس يعني، كمان غير كده التكلفه هتبقى اقل، لان النجم بياخد من 5 الى 20 او 30 مليون، احنا بنقول من 5 الى 30 مليون، ده كله طبعا بيأثر في مستوى العمل يعني. فبالتاكيد انا شايف انه الخريطه بتظبط نفسها، والسنوات الجايه هتبقى افضل من السنه دي كمان ان شاء الله.
لكن عموما في وجود للصوره صوره حلوه قوي السنه دي في الاعمال، والمخرجين متميزين جدا. عندنا روايات كانت معقوله بس ما خدتش حظها. عندنا احنا مسلسل، في مسلسلات متميزه زي مسلسل دهشه للاستاذ يحيى الفخراني، وفي مسلسل جبل الحلال للاستاذ محمود عبد العزيز. دول كلهم كانوا اعتقد كانوا يعني مستوى مميز الى درجه كبيره، وكان نجومهم في افضل حالاتهم برضو. لكن نرجع في النهايه نقول انه الدراما الرمضانيه هذا العام كانت دراما متفوقه في الصوره اكتر منها في الموضوع. يا رب انا عملت ايه بس اتحاسب العذاب ده كله؟ حط ايدك في ايدي وابقى خليك امير الحكر كله. هو انا شايف ان هو ظلم الاول انتاجيا اصلا يعني، وفي الاخر ارجع اقول ان كان الوضع في القطاعات الحكوميه، لان هو صوت القاهره هو شراكه، اول شراكه في التاريخ يعني بين مدينه الانتاج الاعلامي وبين صوت القاهره. لكنه جت دكتوره دوريه شرف الدين الوزيره لم تعطي المسلسلات الحكوميه اي اهتمام برغم ان دي مسؤوليتها الشخصيه، فاعطت ظهرها لكل المسلسلات الموجوده منه مسلسلي. فالمسلسل طلع بشكل انتاجي فقير جدا على شاشه فقيره. انا شايف ان هو المسلسل ظلم وقتل، في عرض في قناة أرضية ثم عرض في على قناة النيل الدراما، فلا مش منتشر. حتى المسلسل السيء لو انت حطيته في 8 فضائيات الناس هتشوفه. يعني احنا مسلسلنا ما تشافش بالشكل اللازم لسبب يعني في رأيي انها جريمة قتل يعني على شاشة واحدة، ما تسوقش كويس. القطاع الاقتصادي مسؤول عن تسويق المسلسلات ما سوقش في يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان في 5-6 من الموزعين الكبار موجودين في السوق، يعني افراد بيقوم بكل بيقوم بدور قطاع الاقتصادي رغم كل المهيات والرواتب والمكافئات والحوافز والبدلات، بيقوموا بما يقوم به القطاع الاقتصادي كله زائد قطاعات التسويق في الجهات الحكومية المعنية، بيقوم بها 5 أشخاص بيسوقوا 25-30 مسلسل في السنة. احنا ليه مبقاش عندنا قطاع التسويق؟ لازم نظرة جديدة وعادة صياغة للمنهج من جديد تاني، علشان ده لصالح اولا المسلسل المصري بيجيب فلوس، مش شؤون اجتماعية يعني، مش بحدد بيجيب فلوس نمرة واحد. نمرة اتنين ان احنا ده يعني لابد ان احنا نستمر ثقافيا وفنيا على المستوى العربي بنفس اللون اللي احنا كنا نعرفه، لان غيرنا تفوق علينا. بعدين دخل في السوق دلوقتي مسلسلات هندية واسبانية وغيرها. الى متى احنا هنسكت والى متى احنا ظل احنا مكاننا كده؟ لازم المسلسل المصري يستعيد وجوده وسيطرته تاني. انت اللي دمرتني. عجزت حاجة دي. لازم كل حاجة تتسدف. فين يا عجب يا ابو جمع؟ الواد عبادة ده عشته كلها حرام في حق. انا حكمت والحكم لازم يتنفس. السؤال! مش هسيب حق يا ابو جمع! اللي هعمله انا وانت هنشيب الراس. انا مفيش حاجة عندي اسمها نور. ولا اتحرك من هنا هنجيب رقاب. انا ما اجي انا اصرف على مسلسل مثلا تكلفته مثلا يعني اقول 14 او 15 او 16 او 10 مليون وارجع ما سوقوش تاني، وبعدين المسلسل ما بقاش موجود على الخريطه، فده بالتاكيد انا كده برميه في القمامه يعني. فده في حد ذاته في رايي ان ده الروتين الحكومي لابد ان احنا نتخلص منه. لابد بقى ان احنا في القطاع الاقتصادي بالذات نشوف له صيغه معينه، بحيث ان هو اللي بيصرف على المسلسل، وهو بيجيب فلوس من قطاع الاستثمار من بنك الاستثمار يدي لي المسلسلات، ثم كمان بعد كده المسلسلات تجي له يوزعها. هو ما هو في مسلسل الحكر ما جابش فلوس من بنك الاستثمار، صوت القرى اعتمدت على ذاتيه الصرف والانفاق يعني. فكان طبعا وبعدين الممثلين والمؤلف والمخرج ما خدوش فلوسهم لحد النهارده يعني، خدوا جزء صغير جدا كلنا يعني. والناس اشتغلت في الحقيقه في الحكر يعني من باب انهم كانوا حابين المسلسل، واشتغلوا في صوت القرى ربنا ما خدوش فلوس، اشتغلوا في السنه الثانيه لان المسلسل وقف سنه حبا في المسلسل وعملا بتاريخ صوت القاهره ومحبه وود يعني. لكن حقيقه الامر ان المسلسل لم ينفق عليه انتاجيا، وده مش ذنب صوت القاهرة، لكن ده ذنب المسؤولين الجهات المعنية الكبرى زي قطاع الاقتصاد وغيره، اللي هو ما اداش المسلسل حقه ورغم ان هو بتاعه يعني. دي كلها المسلسل الحكومي الوحيد المباشر في مصر السنة دي كان المسلسل الحكر، ورغم ذلك لم يهتم به احد وما اهتمش حد بتسويقه، ورغم ان كان جاله تسويق لكن اهمله في تسويقه. ولذلك انا بقول ان ده يعتبر اهدار من العام، ولابد يعني التجربة دي لازم بقى نتخلص من البيروقراطية اللي احنا عايشينها. الفكر الشيطان الأعمى عجبني. دي بقى الغابة ويظهر كده ان الطبخة خلاص جهزت. احنا هنكتب تاريخ جديد للحكر.
مليان نجوم، احنا كان عندنا نجوم وكان عندنا امل، وبعدين المسلسل كله معمول حسابه، واحنا اشتغلنا في هذا العمل على اساس ان ستوكر هتعمل مسلسل متميز جدا، وكانت ميزانيته كبيره جدا. لكن من يعني بعد احباطات كتير وبعد وعود كتير جدا من الوزيره ان هي هتدي فلوس هتدي فلوس، في الاخر المسلسل ما اتعرضش على ساعتين زمن كنا فاضلين فيه، وقف المسلسل لان مفيش فلوس موجوده. وجينا السنه اللي بعدها برضو فضل واقف لاخر لحظه، الا ان صوت القاهره الاستاذ محمد عبد الله رئيس مجلس الاداره الحالي قدر يتصرف قليلا، يعني بشكل قليل يعني قليلا يعني. انما في الـ في الـ في السنه اللي قبلها كان موجود الاستاذ سعد عباس، والاستاذ عباس وعد كتير جدا بفلوس هتيجي، ما جاتش الفلوس، ولذلك المسلسل انا بعتبر يعني المسلسل تم التضحيه بيه، يعني قربان البيروقراطيه في مصر. في روتين في مصر بيقتل اي عمل ناجح، ودي احنا يعني مسلسلنا ضحيه. في سنوات قصيرة قدر الفنان الشاب طارق الإبياري أنه يعبر لقلوب كل جمهوره من خلال موهبته الحقيقية وخفة ظله، ومن دور لدور الحقيقة قدر يثبت نفسه. والسنة دي نافس طارق الإبياري بمسلسلين، مسلسل شمس واللي قام ببطولته الفنانة الجميلة ليلى علوي، وعرض على شاشة دريم في رمضان، وقدر طارق الإبياري أنه يقدم دورين في دور واحد من خلال شخصية يحيى طالب كلية الحقوق، وفي نفس الوقت تحول لمطرب مهرجانات شعبية. من ناحية تانية شارك طارق السنة دي في بطولة مسلسل كيد الحموات، وركز العمل حقيقة على الصراع بين الحموات والأبناء. يا ترى إيه ردود فعل جمهوره، ويا ترى إيه الصعوبات اللي واجهت طارق؟ ده اللي هنعرفه منه في تقريرنا اللي جاي. الحمد لله فضل بالله من ربنا علينا السنة دي، كان العملين الحمد لله عجبوا الناس، والدورين كانوا مختلفين، هنا دكتور وهنا مغني شعبي وكده. ويحيى عزيز على قلبي ان هو دور جديد خالص عليا، ما عملتوش خالص، الناس اول مرة تشوفني فيه، وكنت عملته قبل كده في الجامعة الأمريكية في مسرحيات، بس ما كانش عمل يعني جماهير يعني، بس فالحمد لله ان هو عجب الناس وكان انا استمتعت بيه. والله هو دور يحيى كان بالنسبه لي على قد ما هو ممتع، على قد ما هو كان يعني هو فضل من ربنا ان هو نجح وعجب الناس، وكان بالنسبه لي برضو خايف، بس اللي تخاف منه ما جيش احسن منه يعني، لان طريقه الكلام كانت مختلفه، كان كل حاجه فيه مختلفه، الشعر، كل الحاجات دي. بس فالحمد لله يعني ان الواحد ربنا قدره ان هو يعني اجتهد واشتغل على الدور، وقبل كل شيء هو فضل من ربنا كبير عليا يعني. الحمد لله هو الحمد لله يحيى يعني الناس استقبلته كويس قوي، في رد فعل جامد وانبسطت منه الحمد لله، وفي ناس اللي تعرفني كويس اتفاجئت لان هم اللي انت ازاي انت مين اللي هو انت فين الكلام ده بس يعني حتى سواء يعني في البيت او الاساتذه اللي اشتغلت معاهم او اصدقائي او كده يعني، حتى استاذ سمير غانم قال لي ايه ده ما شاء الله كبرت وبقيت اتخالق هو حبيبي، فانبسط مني ويعني الحمد لله كان هو رد الفعل جه كويس منه، وهو في الاخر زي ما بقول لحضرتك هو يعني ربنا لما بيريد يكرم حد بيكرمه بس. والله كده الحموات كان الحمد لله برضو كان مختلف خالص مع يحيى، كان دكتور جان لطيف دمه خفيف كده، بس يعني سبحان الله في مسلسل الكوميدي كنت عامل دور جان، ومسلسل مش كوميدي كنت عامل دور كوميدي فهو يعني سبحان الله الكونتراست ده يمكن خلى الدورين يتشافوا بشكل احسن الحمد لله. كل حاجه مختلفه في المكان بتاعها بالظبط. وبرضو كده حموات انا اتفاجئت بصراحه برد الفعل، لان الناس انا كنت قلقان جدا من ان انا شغال في مسلسل كوميدي وعامل دور مش كوميدي، بس يعني اتكلمت مع استاذ احمد، واستاذ احمد صقر راجل برضو جميل جدا، اتعاملت معاه راجل محترم وشرف لي اشتغلت معاه، هو طمني ان انا كنت عايز العبه من سكه اللي هو ايه العبه صح، مش عشان في مسلسل كوميدي فلازم لازم اضحك، فده ساعات ممكن يطلع بشكل مش ظريف، لان لو موقف ما بيضحكش وبحاول انا اضحك يبقى مش حلو، فهو طمني قال لا صح انت ماشي صح وخليك في الجان وما تقلقش. فالحمد لله ربنا كرم في الاخر ان برده سكه الجان يعني الناس تلاقت فضل من الله نجاح مع الناس وعجبت الناس، وانا استمتعت بصراحه الشغل مع يعني ماما سوسن حبيبه قلبي من ايام عايز اتجوز بموت فيها، استاذه ماجده يعني ست جميله جدا وانا استمتعت جدا وست طيبه، وطبعا مش عايز انسى حد يعني سواء استاذه هلا صدقي، استاذه انتصار، مجموعه العمل كلها بقى عشان ما انساش حد، الاساتذه كلهم، استاذ لطفي، استاذ يوسف سعيد، كل الشباب اللي اشتغلت معاهم الحمد لله، كريم ابو زيد، محمود حمدان، كلهم، واستاذه مي سليم ست جميله ورائعه وبتاخد وتدي كده، والبنات يعني مش عايز انسى حد، الناس كلها كانت جميله جدا وظريفه جدا الحمد لله.
من جريدة الوطن معنا خبر بيقول شريف منير يعود من العين السخنة استعدادا لتقديم برنامج سياسي. من التفاصيل بنعرف ان الفنان شريف منير قرر تقديم برنامج سياسي على قناة فضائية خاصة، وانه بدأ بالفعل جلسات عمل مع فريق اعداد البرنامج اللي هيناقش من خلاله القضايا السياسية اللي بيعيشها المجتمع المصري والعربي، وهيستضيف في البرنامج رموز السياسة في العالم العربي. ومن أيام انتشر خبر كمان بيأكد أن الفنان الكبير محمد صبحي بيدرس فكرة تقديم برنامج توك شو كبير يومي، وأن الهدف من البرنامج هيكون محاربة كل الظواهر السيئة والسلبية اللي جازت مجتمعنا في الفترة الأخيرة. بنتمنى طبعا الفنان شريف منير والفنان كمان محمد صبحي النجاح والتوفيق في تقديم برامج مختلفة تعجب جمهورهم. هنروح دلوقتي لأهم الأخبار السريعة اللي معانا. عمرو دياب في حيرة ما بين مسلسل الشهرة وألبومه الجديد. حفظي وخالد أبو النجا يتضامنان مع صحفي قناة الجزيرة. مهرجان القلعة يفتح أبوابه للناس الغلابة. حكيم يدعم السياحة المصرية من مالمو في السويد. أليسا تعود الغناء في مصر تحت شعار حلوة يا بلدي. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة. استنونا. من الأعمال الضخمة الكبيرة واللي حقيقة كان عليها نسبة مشاهدة عالية هو مسلسل جبل الحلال، واللي قام ببطولته الساحر والعملاق محمود عبد العزيز، والإخراج طبعا لعادل أديب. تم تصوير المسلسل في أماكن متعددة خارج مصر بالإضافة لمشاهد المطاردات، وشارك في العمل عدد كبير من الوجوه الجديدة بالإضافة لأبناء الفنان محمود عبد العزيز كريم ومحمد، والحقيقة قدموا أدوار مميزة. وبالرغم من ابتعاد محمد عبد العزيز عن التمثيل من سنوات وتركيزه أكتر في الإنتاج، إلا أن مؤلف العمل ناصر عبد الرحمن رشحه لدور فارس، واللي جذبه جدا من اللحظة الأولى. كاميرا بالألوان الطبيعية التقت بمحمد محمود عبد العزيز، واللي كلمنا عن مشاركته في مسلسل جبل الحلال مع والده الساحر محمود عبد العزيز. حاسس ان القانون اللي عملته لنفسي نسيته. والله انا بالنسبه لي شخصيه فارس جت السنه دي بالذات ما كانتش في حساباتي خالص ان هرجع امثل. تمام. بدات من عند استاذ ناصر عبد الرحمن. جه اقترح عليا فكره ان انت لسه بتمثل محمد، قلت له اه، فقال لي طب انا في دور عايزك تعمله، وكان مصر بشكل واضح جدا للكل يعني. واستاذ عادل اديب نفس الحكايه، ما عدنا اتكلمنا عن الموضوع. تحضيري شخصيه دور فارس، الشخصيه غريبه شويه، انا بالنسبه لي شايفها غريبه يعني، ما كنتش عارف. يمكن الشخصيه الوحيده اللي ما كانش ليها تاريخ قبل وبعد زي بقيه الشخصيات، فبالنسبه لي كانت غريبه يعني. قعدت كتير مع استاذ عادل وقعدت كتير مع استاذ ناصر، حتى واحنا بنصور كان استاذ عادل دايما بيديني في يعني كيوهات كده بعرف الون بيها الكلام، اغير بيها شكل كلام فارس كل شويه، خصوصا بعد ما قعدنا حطينا له فكره انه يبقى ليه الثلاث نقلات، اللي هو الجزء الاولاني اللي هو مغلوب على امره، وبعدين بدا ياخد موقف شويه، وبعدين بالظبط، وبعدين في الاخر خالص لما لا خلاص بقى قرر ان هو يتحول تماما يعني. من موت انفاس خفيفه زي النسمة ما يحسهاش إلا المقصود. إن الأرض كلها بتاعتنا، إحنا سياد الأرض ولاد الرياح. أنا مقتنع إن شخصية فارس شخصية إكستريم، شخصية ممكن تكون بعيدة شوية عن الواقع، إن مش للدرجة دي في سواد قوي بين أب وابن. والله أعلم طبعا يعني الدنيا ممكن يبقى فيها أكتر من كده بكتير، بس أنا قصدي كنا واخدينها فكرة الإكستريم، شخصية استاذ طارق لطفي بالشر اللي كان عامله بالتركيبه اللي كان عاملها دي كلها، شخصيه اكستريم قوي للشر يعني، ابعد حاجه ممكن توصل لها مع الشر يعني.
وطلقة واحدة بس هتخلص على بوهيب. بتحبني؟ بتحبني؟ آه يا هيبي. لا مش موضوع والدته بس، موضوع ان الولد نفسه كان مقهور لدرجة يعني هو شخصيته مطموسة اصلا، مفيش شخصية. يعني شخصية فارس طول الوقت هو مطموس، هو ما ورثش من ابوه غير لعب القمار، الحاجة الوحيدة اللي ورثها منه وبيعملها وبيخسر، يعني يا ريته بيكسب. يعني في الاخر هو عمال يلعب وعمال يعمل وعمال يخسر ومغلوب على امره وما دخلش في اي علاقة حتى، مفيش انسة في حياته، مفيش صديقة، مفيش حاجة، هو ابوه واللي بيعمله فيه فقط. زائد طبعا تحريض امه عليه طول الوقت، يعني طول الوقت الاب بيخبط في الام والام بتخبط في الاب. الحمد لله تجيل عليك قوي. الحاجة اللي تخطفك وتحايلك تبقى اصيلة، والحاجة اللي تمر عليك من غير ما تشغلك سبها وانت كسبان. بعد القطة العامية جالي اكتر من حاجة شبه شبالو، شبه الشخصية اللي انا كنت عاملها. بل كان في ناس كمان بتيجي تتكلم معايا انه عايزين نعمل شبالو نفسه لوحده، ناخده من الموضوع نعمله لوحده. انا بيني وبينك انا خفت، يعني خفت فكرة ان انا ابدأ ابقى هنا بس. يعني لو بقيت هنا بس هيبقى الموضوع صعب عليا قوي، ان انا مش عارف اعمل حاجة تانية. يعني انا وانا حابب الشغلانة جدا، انا نفسي اقدم فيها اكتر من شكل واكتر من لون، ما بقاش كاركتر واحد بس طول الوقت. مش بدور لا، يعني بعد القطة العامية على طول بدأت انا وريمون بدأنا نتكلم في فكرة مجموعة فنون مصر. فكانت الشركة واخدة مني انا بالذات كمان حيز اكبر لفكرة انه مش قادر اركز في تمثيل مع انتاج، هتبقى يعني هبقى كذاب. يعني الشركة محتاجة مجهود كبير جدا ان احنا نقدر ان احنا نوقفها، ونقدر ان احنا نقول ان احنا موجودين كمنتجين، ونقدر ان احنا نقول ان الشركة اصبحت موجودة بشكل واضح. تعمل ايه لو عرفت ان مت وصحيت وما لقيتش غير الخوف هو اللي هيشهم ياكلوني؟ بدايني يمكن اقدر اكمل من غير شر. التمثيل اوريدي انا بتعامل مع التمثيل طول عمري ان انا حاجه بحبها، فمش واخده مهنه او ان انا بشتغل، لا بالعكس هو كارير بالنسبه لي، بس مش قافش عليه ان انا بشتغل ممثل. لا انا بحب التمثيل جدا، بس حابب ان اشتغل، بس حابب ان انا اعمل لنفسي مجال تاني جنب التمثيل اللي انا بحبه، عشان دايما ما بقاش مضطر ان اعمل حاجه ممكن ناس تعلق عليها انه لا ده وحش، او لا ده مش كويس، او لا ده ايه اللي خلاه يعمل الدور ده، او ايه اللي خلاه. لا انا الحمد لله حياتي ماشيه مستقره كشخص قائم بذاتي في شغلي، الدنيا ماشيه لوحدها الحمد لله. زائد موضوع التمثيل اللي انا بحبه ان انا مش مضطر ان انا اعمل حاجه يعني مش عجباني عشان ابقى بشتغل وخلاص. وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم تعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده للاعلاميه وفاء الكيلاني. وفاء بتقول: ما نرى يوميا يجعل الايمان بالانسانيه صعب جدا، لكننا في النهايه نؤمن بالله ونؤمن بالمعجزات من عنده. الفنانه منى زكي: فلسطين ستنتصر. الفنان محمد رياض: لا تقل أنا متعب فالجميع متعبون، ولا تقل أنا حزين فكلنا لدينا هموم، بل قل الحمد لله. الفنانة مي عز الدين: سعيدة باختياري كأفضل فنانة لهذا العام عن مسلسل دلع البنات. قصي خولي: سرايا عبدين بدايتي الحقيقية في مصر، وسعيد جدا بنجاح سرايا عبدين. لطيفة: لن ننساكي يا غزة العزة، ولن ننسى جراح سوريا وليبيا والعراق، ولن ننسى ضحايا الإرهاب في مصر وتونس. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للأربع، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية @dreams، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم يوم السبت إن شاء الله.